هنبدأ أخبار حلقتنا من عند القلعة الحمراء، وتحديدا فريقه الأول بكرة القدم اللي وصل اليوم إلى القاهرة قادما من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف في مباراة أمس. طبعا ملعب بنجامين مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال احتفل بتتويج النادي الأهلي بعد غياب طويل جدا من الانتصارات على هذا الملعب، وهدف غالي جدا بأقدام أحمد كوكا في الدقيقة 5 من عمر اللقاء. طبعا أحمد كوكا أول أهدافه القارية مع النادي الأهلي، واحتفل على طريقة والده رحمة الله عليه بطريقة طبعا ما تتنسيش في ملعب استاد السلام بالعاصمة التنزانية. طبعا كل مجتهد نصيب، أحمد كوكا من اللعيبة المجتهدة جدا اللي ظهر بشكل كبير جدا على مدار الفترات اللي فاتت حتى مع منتخب مصر، شفناه في كأس العاصمة الإدارية بيقدم كرة حلوة وبيقدم حتى التزام كبير جدا داخل وخارج الملعب، فتتويجه بهذا الهدف طبعا شاط شومة في الحارس ودخلت شباك مرمى حارس بطل تنزانيا وهو سيمبا. طبعا الفوز ده فوز غالي وثمين على بطل تنزانيا في عقر داره ووسط جماهيره، زود من أرقام الأهلي التاريخية على المستوى القاري بشكل عام وعلى المستوى بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل خاص. الفوز ده قدر الأهلي أنه يحافظ على سلسلة اللا هزيمة، ركز معايا، سلسلة اللا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا للمباراة 17 على التوالي بهذا الانتصار الصعب الغائب بقاله فترة طويلة، وتعتبر آخر خسارة للنادي الأهلي. طب لو تفتكروا على يد سان داونز الإفريقي في الجولة الرابعة من مجموعات النسخة اللي فاتت بنتيجة 5-2، يعتبر هذا الفوز هو الأول للأهلي على سيمبا في تنزانيا بعد 4 زيارات فاتت، وعدت منهم تعادل في مباراة وخسر الأهلي وقتها 3 مرات كاملة متكاملة بكافة البطولات القارية. بخلاف هذا الانتصار المارد الأحمر اقترب على بعد خطوة من ربع النهائي، طبعا خلاص بيقرب. الأهلي تاريخه كبير جدا محدش يقدر ينساه، فوز على الترجي التونسي 2-1 موسم 2016 و2017، ده كان آخر هزيمة للنادي الأهلي في هذا الدور. مارسيل كولر سعيد بالنتيجة، سعيد بالفوز، سعيد بالهدف، سعيد بالأداء بتاع اللعيبة، وده كان واضح جدا في تصريحاته امبارح. تخطي عقبة سيمبا التنزاني يكتب لتاريخه ويكتب لكتبته. هذا الإنجاز ليس جديد على النادي الأهلي.